توفي اليوم الفنان والكاتب والمخرج المسرحي السعودي الشهير جعفر الغريب عن عمر يناهي 67 عاما بعد معاناة طويلة استمرت لأشهر مع المرض، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 3 عقود. وأعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم خبر وفاة الممثل السعودي جعفر الغريب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 67 عاما. وكشف حبيب غلوم عن خبر وفاة الفنان الراحل جعفر الغريب من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، واصطحب الخبر بصورة للفنان السعودي. وعلق حبيب غلوم على المنشور قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الزميل الفنان السعودي جعفر الغريب في ذمة الله، رحمه الله وغفر له، ونعزي أنفسنا وعائلته الكريمة والزملاء في المملكة العربية السعودية بهذا الفقد الأليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعي نجم طاش مطاش الفنان الراحل جعفر الغريب العديد من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين أحر التعازي إلى عائلة جعفر الغريب وعائلة أبو علي في هذا الفقد الموجع. وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر كتب الفنان السعودي عبد الله السدحان: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فيما كتبت الممثلة البحرانية شيماء سبت على حسابها عبر تويتر: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، أحر التعازي لأسرته الكريمة وزويه ومحبيه، جبر الله مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعى الفنان إبراهيم الحيساوي قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقنا الفنان جعفر الغريب بعد صراع طويل مع المرض. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. وقد شارك الفنان عبد الرحمن الخطيب في نعيه وكتب: رحم الله الزميل جعفر الغريب وتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعته أيضا الكاتبة منيرة المشخص في تغريدة لها: وداعا جعفر الغريب إلى رحمة الله تعالى، أسأله تعالى أن يتجاوز عنه بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه. وأضافت الكاتبة منيرة: للأسف من النادر أن نعرف عن مرض فنان سعودي، ولو أن فنان أو فنانة من دول أخرى لأشغلونا بمرضه، وليت أغلبهم صادق إلا إدعاء لزيادة تعاطف الجمهور، ولكن ما نقول إلا عظم الله أجرنا في الفن السعودي. وكتب الإعلامي بدر العتيبي: رحم الله الفنان جعفر الغريب، قدم للتلفزيون الكثير، وجه مبتسم وريادة فنية من فنانين الزمن الجميل، كما اعتبر العديد من الناشطين أن الفن السعودي خسر برحيله أحد أعلامه المميزين، مؤكدين في الوقت عينه إنه سيبقى في القلب والذاكرة. ويذكر أن الفنان الراحل سعودي من مواليد الإحساء، مثل في عدد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، وتنوعت أعماله بين التراجيديا والرومانسية والكوميديا، كما حمل العديد من أعماله طابعا اجتماعيا. بدأ مسيرته الفنية عبر مسلسل عائلة أبو كاش من إخراج رضوان عبد الله الذي عرض عام 1988، ثم شارك عام 1990 فأول مسرحية له بعنوان هدام الديرة
من إخراج عبد الناصر الزاير، إلا أنه اشتهر بشكل أكبر بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل جواهر الذي عرض في عام 1998 بمشاركة عدد من الممثلين العرب من السعودية وسوريا والإمارات، منهم منى واصف وعبد المحسن النمر وسليم كلاس ومحمد الجناحي. أما أشهر أعماله فمسلسل طاش مطاش وأوراق متساقطة والحيتان وأيام السراب، وفاز بجائزة أحسن ممثل ثاني عن دوره في مسرحية الملخن، كما مثل بلاده في 4 مهرجانات دولية في القاهرة والإمارات والبحرين، وشارك في عام 2020 في بطولة فيلم بعد الخميس من إخراج حيدر سمير الناصر، والذي يعد أول فيلم سعودي كوميدي، وقد مثل فيه بدور أبو شيماء الشخصية الإرستقراطية. الفنان السعودي الراحل جعفر الغريب شارك في أكثر من 80 عملا دراميا تلفزيونيا سعوديا وخليجيا، أبرزها مسلسلات طاش مطاش وعيال صابر وأهل الديرة وخارطة أم راكان ويتصيب يتخيب وأصعب قرار ومجاديف الأمل وأيام السراب. وقدم جعفر الغريب عددا من الأفلام، منها بعد الخميس وأربعون عاما وليلة وصمت الجدران، كما شارك الفنان الراحل جعفر الغريب في برامج خليجية أبرزها البرنامج الشهير سلامتك.